بالظبط سيادة السفير ناصر حمدي سفير مصر بالسعودية، برحب بحضرتك يا فندم في الجمعة في مصر، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، طبعا يعني مبروك بداية اليوم النهاردة، خارج بشكل مشرف جدا، أعرف من حضرتك الأجواء النهاردة كانت عاملة إزاي ومدى الإقبال على التصويت. الإقبال كان قوي جدا، وكان حاجة تسعد وحاجة تدعو للفخر بصراحة. يعني من قبل فتح أبواب السفارة 9 صباحا، من 8 كان في عندنا تقريبا ما يقرب من كيلو من الطابور ناس واقفة. مع فتح الأبواب دخلت الأسر بالزغاريد وفي عيونهم الفرحة. الأسرة كاملة، زوج وزوجة وأولاد، تحسي انه هي بقت مبسوطه، انك هي تقدم رواتب وهي حاسه انها اكيد تكافئ. لما سالت عدد منهم طبعا بقت تبين ان في منهم جايين من على بعد مسافات 400 كيلو 500 كيلو من مدينه حائل ومن المنطقه الشرقيه كمان. وده معناه انهم نزلوا من قبل الفجر يعني عشان يوصلوا بدري بهذا الشكل الى السفاره. والحقيقه لازم نشيد يعني اتفضل يا فندم. الإقبال قوي وكان مكثف، وما كنتش متوقع ان هو هيكون هذا العدد قبل صلاه الجمعه. المراه فعلا سيطرت على المشهد يا سياده السفير؟ المراه طبعا هي نصف المجتمع، فاحنا كان عندنا اكثر من نصف المجتمع موجود في القاعات بتاعت الانتخاب. والملفت برضو ان عدد السيدات المسلمات كانوا كتار، وذوي الاحتياجات الخاصة كانوا برضو بالنسبة لا تقل يعني أهمية. وحرصهم انهم ييجوا رغم انهم تعبانين وكبار في السن وجايين بالكراسي حاجة، الا انهم كانوا حريصين انهم يكونوا متواجدين. الحقيقة يعني مشهد مشرف جدا، وانا بشكر حضرتك على انك كنت موجود معنا النهاردة في الجمعة في مصر، سيادة السفير ناصر حمدي سفير مصر بالسعودية، شكرا جزيلا يا فندم على موافدنا بتفاصيل العملية الانتخابية للجالية المصرية